السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، هانيين، كلشي مزيان. نتمنى كاع تكونوا بخير، والديكم بخير، والله يحفظكم. وشكرا على البارطاج، وزيدوا بارطاجيو معنا. واللي ما تابوناش الخوت يهبط يتابونا معنا، حنا راه كنديروا هادشي ليكم. ونتمنى الفلوق اللي درت ليكم يكون عجبكم، وما كرهتكمش تكتبوا لي في الكومنتير واش عجبكم. وانا شفت الكومنتير اللي كتبتو، تبارك الله كلهم زوينين، وان شاء الله راه غادي نقدم لكم غير المحتويات الزوينين. راه ما بقاش قد اللي فات، كما وعدتكم وكما قلتوا لي ودي بغينا دير لنا فيديو على المناطق ديال لندن وفين كتسكن. انا درت لكم فلوغ ودرت لكم خاطركم، صبروا معايا راه ما بقاش قد اللي فات. غنكمل لكم القصه الانجليز، ونكمل لكم كيفاش دخلت الانجليز وشنو داز عليا والامور كلها. وديك الساعه راه غادي ندير لكم الفلوكس، وغادي يكون كلشي بالفلوكس، والفيديوهات اللي غادي يوليو يجيو كلهم فلوكس، يعني ما غيبقاوش كيما هكذا وما غيبقاوش كيما هاد القصص. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي وراكم عزاز. واحد السيد كان كتب ليا في الكومنتير، قال لي اخويا ايوب دولينا على الهجره تاع الانجليز، وكيفاش واحد حراقه كيفاش يجي الانجليز، واش خاصو يدير. انا راه اخويا راه كيما قلت لكم دابا، راه ما بقاش اللي قد اللي فات، راني غادي نكمل لكم القصه في هذه السيمانه، وغادي نبدا ندير لكم لي فلوكس، وغادي نوريكم شي مناطق، وغنهضر لكم على مواضيع مهمه، وخاش خاص الانسان كي يجي للانجليز اش خاصو يدير، سوى يكون حراق ولا سوى يكون جاي فيزا. يعني غادي نتطرق لهاد الامور كلها، وان شاء الله نتوما عاونونا غير بالبارطاج باش القناه ديالنا تزيد توصل للناس، ونزيدو نربحو معاكم الخير. وهذا الشيء حنا راه ما باغين منها لا ريال لا جد ريال، حنا راه باغين غير نتقاسمو الافكار وهذا الشيء اللي كاين. ونكمل لكم القصه ديالي فين بقات، ونتمنى يكون الفلوق اللي درت لكم عجبكم وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. ونكملوا القصه هي هذيك الخوت. واحد كما قلت لكم صرا لي داك المشكل مع داك العراقي وكذا، وصافي مشيت انا شفت دار، يعني اكتشفت لقيت واحد الدار، لقيت كنقلب لقيت واحد الدار اللي ما كيسكنوش فيها الناس. وهنا في اوروبا عادي الا لقيتي مثلا دار ما كيسكنوش فيها الناس، يعني تقدر خصك غير ما تكسر شي باب وما تفرقع شي شرجم ولا شي حاجه، تعرف كيفاش تحل الباب ولا تعرف كيفاش تحل الشرجم بلا ما دير لهم خسارات ماليه في الدار ديالهم. يعني حليت هذيك الدار ودخلت ليها وليت كنسكن فيها وبوحدي، وما بقيتش باغي نعمر مع بنادم. صافي دازت واحد اليومين بقيت كنتلاقى مع داك العراقي، هو في اونت وانا في اونت، ما كيهضر معايا ما كنهضر معاه. وكنت كنفكر باللي انني غادي نولي داير معاه شي مشكله خايبه ونطلع السويد ولا النرويج، خاطر وليت كنشوف في الانجليز، وطرق الانجليز هي اللي تسبات ليا في داك المشكل، وكان غيتسبب ليا في الموت ديال والديا، وكانت الام ديالي ولا الاب ديالي فيه السكر ولا فيه ولا كيما نقولوا فيه القلب ولا ازماتيك، كان يقدر يموت. والحمد لله كيما صراش ليا هادشي هذا، واللي كدوز على الراس راه مزيانه. وعلى هادشي علاش كنعاود لكم الصغيره والكبيره، باش الانسان كيطلع للغربه يعرف شنو كاين وما يديرش تيقف بنادم. وهادشي اللي كاين اخوتي هي هاديك. صافي واحد النهار تعرفت على واحد المغربي كيسكن في هذيك في هذه الحومه هذه اللي كاينه في كالي، واللي كيسكنوا فيها المغاربه والجزائريه القدام في فرنسا. تعرفت على واحد المغربي حاله لا حاله الله، عنده ولد مع قاوريه وعنده ولد مع جزائريه زايده في فرنسا، ومحيدين له الوراق وشبعان حباسات وشبعان مشاكل، وكيدور غير في هذيك في هذيك فرنسا، كيدور تماك في هذيك المدينه ديال كالي. وانا بحسب كنت كنحراق انا تماك وكندور تماك، لقاتني مع الظروف وتعرفت عليه. واحد النهار كنت بارك في الجرده، هو يتم جاي هو واحد السيد جايب معاه، وانا ضربت على داك خونا اللي معاه، عرفتو باين باللي مغربي ولا جزائري. سلام سلام، كيدير اخويا ايوب؟ بخير هاني. سلمت على داك الاخ حتى هو كان مغربي، قال لي راه جبت لك واحد خونا راه كازاوي وكان كيعلم على كازاوا، وتلاقيت معاه حدا لاكار، وقال لي في كاينين المغاربه. قلت له راه كاين مغربي واحد هو وايوب، راه كاين هنا في كالي كيدور. ويا هذيك فاش جابوا ليا وعرفني به، تعرفت على هاد الدري اللي كنتحيلو من هنا، الصديق ديالي يوسف، وراك عزيز عليا، وجا معايا الدري تا الانجليز، ومسكين صرات له مشاكل وردوه للمغرب من بعد.
وانا جايكم درجه درجه، علاش ما بغيتش نعز ليكم. هي هذيك تعرفت على هذا الدري، وكان حتى هو مسكين كان جاي من ايطاليا، وكان صاري له مشكل وداك الشيء على الجو من ايطاليا جا لفرنسا على اساس باش يدخل الانجليز. وريحت كنهضر معاه، قلت له ودي اخويا اش كاين واش كاين، وصرا لي واحد المشكل مع واحد بنادم. قلت له انا راه حقدت وكفرت على بنادم وعلى عربه. قلت له راه معجبك هذا السيد هذا؟ قلت له راه ما فيش مشكل. كيفاش كنهضروا منين انت؟ انا ولد عين الشوق، انا ولد لي ساسفه، وكنتعرفوا على بعضياتنا. وقلت له اخويا ما نكذبش عليك، قلت له انا الطرق الانجليز محاش غادي نكمل فيها. قلت له انا الطرق الانجليز جات ديال المشاكل، وكانت غتسبب لي في الله يسر في شي كارثه. قلت له انا نحاول نمشي للسويد ولا النرويج. قال لي لا نعل الشيطان وكذا، وهاد المشكل ما تخليش يكون عائق في الحلم ديالك، كمل الحلم ديالك. وانت كنتي جاي خارج من الطليان على اساس باش تدخل الانجليز، صافي ماشي مشكل. على جال هاد الحشاكم هاد الحمار اللي تحاول تضيع المستقبل ديالك وتبدل طريقك، لا كمل طريقك. هي هذيك صافي بقى مسكين كينصح فيا كيبرد فيا. صافي واحد اللحظه تعاشرت انا وياه، ديتو للدار اللي قلت لكم حليت وليت كنسكن فيها، وهو جاي ديزا الحمد لله عنده رزق وعنده اموره بخير. وما كناش كنكبروا في بعضياتنا شي حاجه، كما انا عندي الفلوس هو عنده الفلوس، لا صرفت انا كما صرف هو، يعني بحال بحال. ودري ولد البلاد رويجل. هي هذيك يعني كنا كنمشي، وكان ديك الحومه اللي فيها المغاربه كنتقداو اللوازم اللي خصنا، يعني اللحام الخضراء البطاطا كل شيء. بالرغم كانت عندنا كوزينه في ديك الدار، وكانت الثلاجه فيها الضو، يعني كنا كنجيبو كل شيء. يعني كتدخل الدار كتحلها. دابا هذا الشيء ما بقاش وقلال، انا كنحكي لكم هذا الشيء في 2011. يعني كنت كتحل الديور كتلقاهم فيهم الثلاجه، فيهم الناموسيه من المعلقه حتى الثلاجه، فيهم كل شيء، يعني كاع الاثاث فيهم. هي هذيك كنطيبو تماك، كناكلو تماك بخير مع 20. دازت اخوتي واحد الربع ايام بحال ما هكذاك كل شيء بخير. مشيت لانا ويا ديك الجزرطه مريحين، هو يجي لعندي واحد المصري، جا عندي واحد المصري قال لي يا ايوب، قال لي راه دبرت على واحد جوج خوتنا في الله راه باغيين يحرقوا، قال لي انا جبتهم لك دبر راسك منك ليهم. قلت له صافي فين هما؟ قال لي راه هما لهي باركين. قلت له يلا اديني لعندهم، اديني لعندهم. هاد خوتنا هادو حتى هما ايرانيين، جوج ايرانيين. سلام السلام كذا دا 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 معاهم شيعة، راكم كتعرفوا ايرانيين شيعة، حتى هما كيقولوا السلام. وبديت كنهضر معاهم، وانا الانجليزيه ديالي ديك الساعه كانت كما نقولوا كاع مزروطه، ما كنهضرش كاع الانجليزيه. كنهضر معاهم ولكن عندي واحد اللغه ديال الجسد، انا كنهضر باليد وبالاصابع، وكنهضر بلغه الجسد. نقدر انا نهضر معاك بلغه الزيزون، نهضر معاك نقدر نفهمك انا غير بصباعي بيدي بالحركات ديالي، على حساب التجربه اللي دوزت في الحياه ديالي. نقدر نهضر معاك غير بيدي، ما نحتاجش انا نهضر معاك كاع في فمي. هي هذيك، والانسان بغيك يكون كيما نقولوا يتفاهم في شي حاجه، راه ماشي مهمه الهضره، المهم هي تقرب بنادم لغه الجسد ديالو. يعني انا بغيت كنهضر مع الايرانيين قراوني باللي انا كنهضر صح، وباللي ماشي واحد قدام قلت لهم شوفوا انا غادي تصبروا، كنعرف واحد خونا مصري حراق غادي نديكم ليه، راه عنده هو الباركينغ ديالو كيخرج الناس ديالو، وغيديكم غارانتي غارانتي يديكم. وهاد هاد الكلمه ديال غارانتي وغارانتي كيفهموهم، سي كلمه انترناسيونال، يعني كنقول له غارانتي وغادي يديكم، و الا ما مشيتوش اليوم يعاود لكم غدا، ولا ما مشيتوش غدا حتى نهار تخرجوا، يعني خصك 1000 اورو. قالوا لي حنا الفلوس ماشي مشكل. قلت لهم اوكي تسناوني هنا في الجرده، خليني نمشي نهضر مع هاد المصري وانا غنرجع لعندكم. هي هذيك مشيت انا وداك الدري صاحبي يوسف، مشينا كنهضروا مع هاد المصري. قلت له ودي شوف، مع هاد المصري كيعرفني. قلت له ودي اخويا سميتو رمضان، هو معروف الناس اللي داس من كالي راه كتعرف، هو سميتو رمضان، وكان مهرب حتى هو، عنده الباركينغ ديالو، حيت كما قلت لكم كاين باركينغ ديال الافغان، باركينغ ديال الاكراد، باركينغ ديال المصريين، وباركينغ ديال السودانيين. وانا
ما خرجش من هاد الباركينغات هادو، خرجت من ديال السودانيين مع السودانيين الله يعمرها دار. واني جايكم كيفاش، علاش خرجت من الباركينغ ديال السودانيين وما خرجش من الباركينغات الاخرين؟ هي هذيك. قلت له شوف انا كنت كتعرفني كنخدم مع دوك العراقيين، انا كنهضر مع المصري. قلت له شوف انا كنت كتعرفني كنخدم مع دوك العراقيين وكيعطوني 200 اورو في الراس، اي واحد كنجيبو لهم كيعطوني 200 اورو. قلت له هاد خوت هنا راه ايرانيين وعندهم الفلوس وغيخلصوا. قال لي ما كاينش كاع المشكل اخويا ايوب، قال لي انا سمعت عليك غير الحاجه الزوينه، وقال لي انا من شحال هادي كنت باغي نجرك لعندي نحيدك من حدا دوك الاكراد. يعني شوفوا هاد المصري هذا كان كيشوفني مع هادوك العراقيين وكان كيسمع عليا بغا كنخدم معاه، وما مع كيعرف المغاربه حارين والجزائريه حارين، بغا يجيبني لعدو. هو كان كيحسبني انا باللي انا كنخدم معاهم مرسم يعني فور ايفر فور لايف للابد. قلت له لا ودي راني غير كنت كنديباني معاهم. قلت له انا راه ما عينيش في ندخل لهاد الميدان، ومع الحمد لله والدينا ما كبروناش بالحرام. قلت له ودي راني كنديباني. قلت له بالرغم اني دوزت الحياه ديالي كلها تصمصير وتخربيق وكذا، قلت له راه كنفهم في اي حاجه. قلت له دابا راني محرك معاكم غير السوق، كندبر على راسي باش ما نطلبش ولا ما نديرش ولا ما نشفرش ولا ما ندير شي كارثه. قلت له هادشي علاش؟ قلت له انا راه كنعرف نتاجر وكنعرف نسمصر وهادي هي حرفتي. صافي قال لي سير هضر مع دوك الناس وكون هاني وتفاهم معاهم على الثمن وشرح لهم كل شيء ومن بعد اجي لعندي. صافي يا هذيك مشيت، حيت ما نقدرش ندي انا الايرانيين من الاول، خاصني حتى نمشي نتفاهم مع المصري حيت هو ما يبغيش يعرف الخربه ديالو. اي واحد لازم اللي يعرف الخربه ديالو يمشي من عنده، ماشي حتى نجي نوريك الخربه ديالو نقول لك ها هو الحراك، تقدر انت تمشي بحالاتك ما تتفاهمش معاه ومن بعد تمشي تبركك بيه للبوليس. يعني هاد الناس هادو كيعرفوا كيفاش كيلعبوا، ما كي عندهمش مع التخرشيش، واي حركه تعتبر تشويش بالنسبه ليهم هما. هما خصهم ما يتشدوش، حيت اللي تشدو راه ما كاينه 15 عام 20 عام 10 سنين ديال الحبس. والناس اللي عايشه في اوروبا راه كتعرف هادشي ديال كيما نقولوا ديال الحراقه، وبغي كيشدوا الحراق راه شحال كيعطيو ديال الحبس. هي هذيك رجعت لعند الايرانيين قلت لهم شوفوا 1000 اورو غتمشيو غارانتي، الفلوس غيبقاو عندي وغادي تباتوا في الدار وغنبات معاكم، غتمشيو للباركينغ غنمشي معاكم، الا ما مشيتوش غنرجع معاكم من الخربه كيما بغيتو، انا غندير معاكم حتى نهار تخرجوا تمشيو للانجليز. قالوا يا صافي. قلت لهم صافي. وصلنا للفلوس، كي وصلنا للفلوس ولا غترجعوا الفيديو اللي فات في القصه، راه كنت قلت لكم باللي الملكه عيطات، وكاين اللي حسب له باللي الملكه تاع الانجليز قالت ايوب، عيطت في التليفون، عيطت لي في التليفون قالت لي ايوب اجي. لا جاني واحد الفال هي باش عرفت الانجليز، عيطت عليا والملكه عيطت، وانا غنشرح لكم هذا الفال كيفاش جا. السيد كيجينا الفلوس وبدينا نتفاهموا كان عنده واحد المشكل. اشنا هو هذا المشكل؟ كان الاورو ديالو ما كافيش، كانت عنده خاصو يعطيني 2000 اورو باش تفهموا، عنده 1920 اورو وعنده البوند، عنده الباوند فلوس انجليزيه باش كيدخل الانجليز يلقى ما يصرف ويلقى كيفاش يشري التيكي ويلقى كيفاش كدا. حيت بغيت تدخل البلاد راه ما تعرفش فين تصرف الفلوس، ما تعرفش كيفاش تهضر اللغه، خاص فلوس تكون عندك باش ما تطيحش في مواقف اللي غادي يقدروا يطيحوا عليك البوليس ولا يطيحوا عليك شي يطيحوا عليك هذوك الكونترول تاع الوراق ولا شي حاجه. يعني خصك دائما كي تدخل الانجليز عندك واحد ال 50 بوندا ولا 100 بوندا انجليزيه استرلين، كيما نقولوا استرلين، تكون عندك واحد 100 استرلين ولا 50 استرلين. هو عنده 1920 اورو وعنده استرلين فلوس انجليزيه والى شي 700 استرلين ولا 800 استرلين. قال لي غادي نكمل لك بالسترلين بالبوندا. قلت له كمل لي راه حتى هي فلوس ماشي مشكل، حيت الاولار الدولار والاورو والباون و يعني ثلاثه العملات هاد سي عملات انترناسيونال، فين ما تمشي تصرفهم ما كاينش فيهم كاع المشكل. والبوندا غلى من الاورو اصلا، السترلين راه هي اصلا غلى من الاورو. قال لي غادي نكمل لك 80 بالسترلين. قلت له ماشي مشكل، انا ما لاحظت والو. مشيت رجعت عند المصري، رجعت عند المصري قلت له الفلوس جبتها قدامه ولكن ما عطيتهاش له. خصك عندي انا ضمانه وهادشي معروف، جبت الفلوس حسبتها قدامه وقدامه، قلت له ها هي 2000 هنا. قلت له 2000. قلت
قلت له ها هي راه كملوا لك ال2000، راه ما عندهمش الاورو، كملوا لك 80 هذيك اللي خاصك، عطاوها لك 80 انجليزيه. قال لي ماشي مشكل، وانا ويدي طن في راسي، ولكن ما بغيتش نهضر قدام المصري. شديت هذوك الفلوس خشيتهم في جيبو وريحنا. صافي دوزنا ديك الليله، طيبنا عشيوه تعشينا، بالليل خرجنا مشينا دينا دوك الجوج الايرانيين ديناهم الباركينج، وكان هو داك المصري عنده الناس ديالو، عنده حراقه اخرين، دينا شي 15 واحد ولا 20 واحد ديناهم، دخلنا الباركينج ديال المصريين، ركب هو شي وحدين، شي مشى وشي ما مشاش، هذوك الايرانيين ما مشاوش، عاودنا رجعنا نعسنا نضنا في الصباح. كنمشي للسوبر مارشي نجيب لهم الفرماج، نجيب الخبز، ماشي هما اللي كيشري ماشي انا كنشري لهم كنوكلهم، لا، هما كيعطيوني فلوس، وفلوس انا ديالي وديك الدري يوسف صاحبي، كنمشيو كنشريو فطور مجموعين، غدا مجموعين، وهما الايراني الله يعمرها دار كانوا هما بعض المرات كيجيب لي 20 اورو كيقول لي هاكا سير حنا من عندنا، حيت كيشافوني رويجي واقف معاهم راجل، هما ما كيهمهمش الفلوس، باغيين يدخلوا للانجليز، خصك تكون معاهم راجل يصرفوا عليك يديروا معاك كلشي. الرجوله لا كتباع ما كتشرى، هي هذيك عينك عاطي لاطاك مع دوك الايرانيين، عاطي لاطاك عاطي لاطاك عاطي لاطاك. وقبل ما ننقز لكم واحد القضيه، هذيك الليله ريحت انا ويوسف الدري صاحبي، علاش قلت لكم ما بغيتش نهضر قدام المصريين، باش عقت انا بالانجليز بالله، عيطت طريحت انا وداك الدري صاحبي يوسف وانا نقولها له. قلت له يوسف ما لاحظتيش واحد القضيه؟ قال لي شنو؟ قلت له شوف هاد الايرانيين عطاونا 1920 ياك اورو، وقلت له عطاونا 80 بوند استرليني فلوس الانجليز. قلت له ما لاحظتي والو؟ قال لي شنو؟ قلت له الانجليز عيطات. قال لي شنو كتعني؟ قلت له حنا في فرنسا وقدرنا ندبروا فلوس الانجليز، بارازار خونا المصري جاب لينا الايرانيين، الايرانيين خلصونا وكي خلصونا جبدوا لينا الاورو والبوند فلوس الانجليز. قلت له هادي شنو معناها؟ قلت له الانجليز عيطات. قلت له حنا في فرنسا ودبرنا فلوس الانجليز، يعني ما ادراك ندخلوا للانجليز. قلت له كيرزقنا تماك وخصنا نمشيو غير يمشيو هاد الايرانيين ونداو اخويا يوسف نعطيوها لاطاك نتحركوا. قال لي صافي ما كاينش مشكل. هي هذيك عطينا لاطاك ديك السيمانه، كل نهار كديو داك الايرانيين للباركينغ، كل نهار كيقول لي راه عيانين حبيبي، كنقول له حبيبي نوض قاعد، كنقول له انت باش جيتي باغي تحرق نوض، كل نهار حتى انا رجليا منفوخين، حتى انا باش كنعوم مشكله، خاصني نمشي لواحد الجمعيه خيريه كاينه تماك في كالي كيعطيو الماكله، كدوش لعندهم كلشي، انا ما كنتش كنمشي لعندهم، كنمشي عندهم غير الا بغيت ندوش، عندهم واحد الماكله تماك هما كيعاونوا مساكن، ولكن ديك الماكله لا اله الا الله، كنمشي انا غير ندوش، كنمشي كنقول لهم شوفوا حتى انا راه ما كندوش، وحتى انا معاكم في العذاب، يعني كي بعض المرات كيعكزوا ما كيبغوش يمشيو، كيقول لي احنا مشينا البارح والبارح عينا الجبال الغابه، دخل منا خرج منا نقص الجندار عندك ناري البوليس كذا، نقول له لا راه حنا في الهوا سوا، جري معايا الا بغيتي تخرج. صافي هذيك بقيت عليهم حتى مشاو، غير مشاو وانا ارتاح. قلت له يوسف وجد راسك غنمشيو. قال لي صافي اخويا يوسف ايوب اليوم نعطيوها لاطاك. داك النهار حنا خرجنا اخوتي، وكتب علينا واحد المكتب، وما مشيناش الليله الاولى، ضربنا في واحد الكاميو، والكاميو هذاك كان فيه واحد المواد كيماويه شغل بحال الزفت، هو الكاميو كان من الالمان، وركبنا في هذاك الكاميو مشارجي واحد لي برودوي بحال الزفت، بحال الحجر ديال الزفت وما بلاستيك. حنا فرقعنا الكاميو من الفوق الباش، دخلنا خيطنا الباش، درنا السكوتش كلشي مزيان، كي جينا نشوفو لي برودوي اللي كاينين وسط الكاميو، لقينا هاد البرودوي شيميك، نعسنا فوقو. كي نعسنا فوقو من 12 الليل حتى 6 الصباح ما تحركش هاد الكاميو، وهو الاصل خاصو 4 الصباح، خاصو حيت هو 12 الليل كان باركي في الباركينغ، يعني 4 الصباح غتحل المرسى غيدخل غادي يقطع التيكي ديالو باش غادي يشد الصف مع الكاميوات يدوز على الكونترول ومن تما كيطلع على الباطو. حنا شنا ما ديماراش صافي، وانا نتسناو واحد الساعات اللي 7 الصباح، وانا نقول يوسف صافي راه مبغاش يمشي الكاميو الى راه ما حاش غادي للانجليز، يلاه جاي من الانجليز، وصح كان هذاك الكاميو الله جاي من الانجليز. وكي خرجنا خوتي من الكاميو وحنا نكتشفوا واحد الكارثه، شفنا وجوهنا في المرايه، وجهنا كاع احمر ومحروق حبوب حمرين، بحال قلتي مسلوق، بحال قلتي شي واحد خوى عليك الماء سخون
سخون حامي وضربولك على وجهك حمار ويدينا حمرين، داك البرودوي تخلينا مع اللحم ديالنا مع الجسم ديالنا، وداك يوسف معانا مدرق وجهي بالقب والطاقية والعسل داخل وسط داك البرودوي، ما دخلش معايا مزيان في وجهي، قاسني غير شوية، حرقني غير هنا. أما داك الدري صاحبي يوسف الكازاوي تحرق بالسكين كامل ولحمو تنفخ، ورديتو للخربة ومشينا جبت الدواء وبقيت كنداوي فيه، واني جايكم اشنو طرا ونخليها لكم هنايا. والحلقة الجاية راه هي فين غادي ندخل الانجليز، وما بغيش نسمح في صاحبي، كنت قادر انا نمشي ونبقى عطيه لاطاك، قلت غنبقى مع صاحبي تي واخا انا كنت شويه فيا، كنت قادر نمشي وقلت ما نسمحش فيه حتى يبرا وغنمشيو كاملين، حيت كان السيد تحرك بزاف وما كانش قادر يتحرك وما كانش يقدر يخرج من الدار، حيت هذيك هذيك الحموريه كي كتشوف في الشمس كتضرفك، الشمس كتنطفك من العافيه، وصرت لينا كواريت كواريت في الانجليز وفي دخول الانجليز. واني جايكم ان شاء الله، راني معاكم وحده وحده، وكما قلت لكم زيدوا عاونونا ببارطاج، ورا ان شاء الله باقي لافات راه غيوليو الفيديوهات ديالنا كلهم فلوغ، من بعد كلهم غيوليو فلوغ، وغادي يوليو بواحد بواحد كيما نقولوا بواحد الاتقان، وغنحاولوا نخرجوا لكم فيديوهات زوينين، وان شاء الله نتمنى يعجبوكم هادشي اللي كاين، وتحياتي لكم والله يعزكم.